أخذت دورة تدريبية، كانت الدورة هذه يعني عالية القيمة من الشركة للدكتور اللي جانا، فكان يتكلم عن التعامل مع الآخرين، وش الوسيلة اللي تستخدمها في التعامل في كل حالة، يعني مع أبوك إذا صارخ عليك وش الرسالة أو الشيء اللي توصله، وش المركبة اللي تركب عليها الشيء اللي تبغاه. فمثلاً تطمن راسك وتخضع وتقول أنت على حق، وهذا أبوك حتى لو أنه على غلط، عمك، الناس الكبار في السن، هذه الوسيلة اللي هي خضوعك، هي طال عمرك، والتعابير هذه هي المركبة اللي تركب عليها الشيء اللي أنت تبغى توصله له. تجي مع شخص آخر لا، ترفع عيونك في عيونه وتتناقش وياه. فالمشكلة في كثيرة في حديثنا هي المركبة اللي تركب عليها الشيء اللي تبغى توصلها للآخر. فذكر مثال جميل، قال أبو محمد في بيت رقم 1، وأبو محمد في بيت رقم 2 ساكنين، وعندهم عيال يتأخرون إلى الفجر، كلهم يروحون. فالأول إذا جاء ولد الساعة 3 الفجر أو 2، أخذ عصا وضربه لين قال بس، ويتكلم عليه كلام بذيء، يا مدري ايش تروح فيها الشوارع تدور ومدري، ولا تجي لاخر الليل وانا قاعد، ادخل سك الباب يا فلان، او يا الله يكرمك البعيد. ابو محمد اللي في البيت رقم 2 اذا جاء ولده داخل له راقد على الدرج وحاط بشته تحت راسه، هلا جيت يا ولدي، الحمد لله انا سمعت صوت الشرطه وخفت عليك ما جاني نوم، والحين يوم جيت انت بخير سك الباب، تصبح على خير يا ابوي، ما جاني نوم لين شفتك. يقول الدكتور اليوم الثاني من هو اللي بيتاخر على ابوه من الاثنين، ابو محمد الاول ولا ابو محمد الثاني؟ قال ابو محمد الاول هو اللي بيتاخر، لان تعامل خلاص الولد خاربه، اما الثاني لا، يمكن يروح على سريره يبكي انه سبب هالالم لابوه. المصيبه والكارثه ان الاثنين كل أبوهم يحبون عيالهم، وهذا سبب الحب، هذا من سبب الحب طق ولده وهاوشة، وهذا من سبب الحب رقد على البلاط يحتري. أنت وش تبي في عيالك؟ تبي تغيرهم لأحسن؟ تبيهم تخليهم رجال؟ تبيهم يطيعونك؟ استخدم المركبة اللي توصل عليها الرسالة بشكل صحيح. جميل. اللي هو العاطفة، الذكاء العاطفي. حنا لو نتعامل بهالفكرة هذه في كل شيء، استخدم ذكائك. الرجل هذا كيف تدخل عليه؟ كيف تتعامل معه؟